اهلا بيكم مشاهدينا مشاهدي تحيا مصر، معاكم من دمياطي من البلاي ولايف جديد. الموت علينا حق. في ناس بيبان عليها حسن الخاتمه وبتكون اخرتها جميله جدا، وكلنا بنقول يا رب حسن الخاتمه. وعلى العكس في ناس ثانيه ربنا يعافينا بتكون اخرتها صعبه نتيجه سيئات كانت بتعملها او نتيجه فك الصلاه. معانا ام محمد، يعني اشهر ممثله في دمياط، هتقول لنا عن اغرب المواقف اللي حست بيها او شافتها. اهلا بيك يا ام محمد. اهلا بيك. علي صوتك بقى عشان الناس تسمع. طبعا طبعا انت يعني شفتي مواقف كتيره جدا ما بين كويس ومش كويس. اكيد طبعا. يحكي لنا بقى على مدى مشوارك الطويل في تغسيل الاموات، ايه اللي كنت بتشوفي؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعه موضوع الغسل ده سبحان الله، طبعا اول حاجه يعني ايه اجره عظيم جدا، وده الامر اللي الواحد بيبتغي من وراه الاجر، ان الانسان بيغفر له 40 ذنب باذن الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الانسان يعني اللي هو بيغسل مثلا، او الاخت اللي بتغسل سبحان الله، بتشوف عبر وبتشوف مواعظ سبحان الله، وبتشوف اشياء يعني تشيب منها الرؤوس سبحان الله. طبعا احنا يعني في الدنيا سبحان الله كل الناس عادي، انت مثلا بتشوفهم بوجه واحد بشكل واحد بلون واحد، انت متعوده تشوف كل الناس شكل بعضها ما بيتغيروش، ممكن مثلا ترفع شويه عادي. لكن عند الموت سبحان الله يا جماعه الانسان بيتغير تغير تام، وسبحان الله بيرى بمناظر صعبه جدا سبحان الله، وبتشوف مناظر ربنا عافينا بجد، يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى بيثبت الانسان كان الانسان فعلا يحصل له اي حاجه من شده المناظر دي ربنا عافينا. وفعلا سبحان الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال تتوفاهم والملائكه، لما بتتوفى الانسان ربنا بيقول ايه؟ يضربون وجوههم وادبارهم. فعلا يا جماعه لما الملائكه سبحان الله بتقبض روح الانسان وهو مثلا عمله غير صالح، وهو كان عايش على غير طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وهو كان مصر على كبيره من الكبائر، وكان بيعمل معصيه من معاصي الله سبحانه وتعالى، ده اكيد يا جماعه سبحان الله بيبان على وشه. لان احكي لنا بقى اغرب حاجه يعني شفتيها. طيب كان في مره حاله يا جماعه سبحان الله، يعني كانت بتتغسل يعني من زمان، يعني بقى لها يجي اكتر من 10 سنين سبحان الله. الحاله دي ربنا عافينا يعني هي كانت كويسه جدا، وكان الوجه ابيض كده سبحان الله، بس ساعة الغسل ربنا عافينا وشها اسود جدا جدا سبحان الله، بقى زي الفحمه، لدرجه ربنا عافينا ان كل الناس اللي واقفين في اصلا ولاد الحاله دي سابوها وخرجوا يعني، ونزلوا ايديهم لتحت، وزي ما يكون ربنا زي ما يكون الانسان يأس، زي ما يكون الانسان شاف حاجه كده محبطه. في ناس يعني ولاد الحاله دي سابوها وخرجوا فعلا، لا اله الا الله، وفي ناس يعني بقى يعني واقفين على الغسل قعدوا يقولوا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. والله يا جماعه فعلا الناس واقفين على الغسل قعدوا يستغفروا ربنا عافينا من شده ما شافهم، ان الوش ده اقسم بالله كان فحمه سودا ربنا عافينا، بعد ما كانت يعني الوش اصلا ابيض في الاول، الوجه اتقلب تماما، بقت يعني الوش ربنا عافينا شديد جدا. فطبعا سبحان الله بعد الغسل وكده سبحان الله انت خفتي طبعا لما شفتي. طبعا امال ايه الوش ربنا عافينا، وبعدين كل اللي واقفين اصلا لاحظوا يعني ايه، مش انت مثلا بقى اللي لاحظته وبس، لا ده كل اللي واقفين اللي قاعد يستغفر، واللي رمى ايديه تحت، واللي ساب اصلا سبحان الله الغسل ومشى اصلا، وحاجات بقى مناظر. وللاسف رب يعني الغسل ده طول جدا وما كانش سهل سبحان الله، وكان يعني حاجات شديده جدا، يعني تعبتك حتى وانت بتغسليها. ايوه سبحان الله. فالمهم بعد اللي بعد سبحان الله لما الغسل خلص يعني وكده، فانا قعدت مع حد واحده من قرايب المتوفيه دي سبحان الله. فسالتها قلت لها يعني ايه كان في ايه، يعني ايه اللي حصل؟ هي اصلا قامت قايله لي من نفسها، قالت لي انت لاحظتي شفتي؟ قلت لها اه. قالت لي يعني طب ده ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، طب نعمل ايه؟ طب تكفير يعني نعمل ايه يعني؟ فانا قلت لها يعني هو كان ايه الوضع، يعني في معصيه مثلا يعني كانت مصره عليها او في ايه؟ قالت لي هي كانت بتتعامل بالربا، وانا قلت لها كتير انا يعني دي قريبتها. ايوه قالت لي انا قلت لها كتير سبحان الله بلاش الربا ده، لان الربا ده حرام. قالت لها ما الناس كلها سبحان الله عايشين، والناس كلها بياكلوا من الربا، واحنا عايزين نقب وعايزين نعيش على وجه الدنيا. المهم بتقول لي سبحان الله المصيبه ان هي لما اتت بالربا بتقول لي سبحان الله جالها سرطان اصلا بعد فتره، كان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبها على فعلها ده، زي ربنا سبحانه وتعالى قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله، من يستطيع ان يحارب الله سبحانه وتعالى؟ ربنا يحاربك او يحاربك بقى سبحان الله في بيتك وفي صحتك، مين يا جماعه يستطيع على محاربه ملك الملوك؟
من يستطيع على محاربة رب العالمين خالق الأرض والسماء سبحانه وتعالى. إحنا نقدر والله العظيم ما نقدر يعني. دي كانت من الحالات. أيوة دي من أشد الحالات اللي أنا شفت ربنا عافينا سواد يعني سواد صعب جدا شديد جدا ربنا عافينا ومنظر صعب قوي 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 يعني. في حالات مثلا إيه بتزرق بتسود شوية إنما الحالة دي تتخيلي كده مثلا هي تبقى بيضة زي ربنا عافينا سودة فحمة يعني بطريقة صعبة جدا ربنا عافينا لدرجة إن كل اللي واقفين أصلا لاحظوا ولدرجة إن قريبتها دي بتقعد فعلا قالت لي إيه طب نعمل إيه أنت شفتي أنت خدت بالك؟ قلت لها آه. قالت لي طب نعمل إيه بقى سبحان الله في الموضوع ده؟ قلت لها هتعملي إيه سبحان الله مش عارفة يعني إيه اللي كان إيه المعصية يعني؟ قالت لي الربا. هي كانت بتتعامل بالربا. طبعا ربنا عارفين يا جماعه يعني بجد احنا ساعات بنستسهل بالربا بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه يعني. شوفي دي الحالات الحاله اللي اثرت فيكي. ايوه سبحان الله. طب في حالات تانية مرت عليكي؟ ايوه كان في برضو حاله ربنا عارفين يعني هي كانت ايه. لا هي كان في حاله سبحان الله حسن خاتمه يعني الحاله ديت سبحان الله كان وشها ابيض جدا جدا ما شاء الله ابيض بطريقه جميله وكانت رافعه صابعها يعني صابعها اليمين ده كان مرفوع كده زي ما كنا بنشاهد كده بعد ما توفت وفضل فعلا يعني ايه منظر غريب حتى كل الناس ايه هي تانية الثلاث صابع دول متنين كده وده مرفوع كده حاجه واضحه جدا يعني. ايوه وكان وشها ابيض جدا سبحان الله وشكلها جميل وجسمها جميل وكانت مبتسمه ما شاء الله. فلما برضو احنا سالنا اهلها فقالوا الست دي عمرها ما جابت في سيره حد عمرها ما كانت يعني اللي الميزه فيها الوحيده ان هي فعلا عمرها ما اتكلمت على حد يعني لدرجه ان هم بيقولوا ايه دي لما كان يحصل مشكله بين ابنها وبين مراته اي ابن يعني مراته ولادها هم اللي بيشهدوا لها يعني بيقولوا دي عمرها ما دخلت في مدخل وحش. فلما كان بيحصل مشكله مع ابنها ومراته تقوم قايل له ايه يا ابني دي مراتك وصالحها وراضي مراتك وما تزعلش وما تزعلوش بعض يا اولاد ومش عارف ايه. وبتقول ساعات هي كانت بتشوف ان مرات ابنها هي اللي غلطان بس عمرها ما وحد ابنها يعني هم اللي بيشهدوا بالكلام ده يعني كانت دايما محضر خير زي ما بنقول محضر خير زي ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الكلمه الطيبه صدقه. فهي بيقولوا يا جماعه دي كانت دايما تتدخل في اي مشكله تثني على الناس كلها وما بتذكرش عيوب حد ما بتتكلمش في سيره حد سبحان الله. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اصلا قال لنا كده فعلا قال ايه يعني سبحان الله إيه لما معاذ بن جبل جاله فقال له رسول يعني قال له ذروه سنام الاسلام الجهاد وعموده الصلاه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له افلا ادلك يا معاذ على ملاك ذلك كله تملك الدين ده كله؟ قال له ايوه رسول. قال له امسك عليك هذا امسك عليك لسانك سبحان الله. وفعلا يا جماعه الكلمه الطيبه صدقه. فمن اكتر الناس اللي بيموتوا على حسن الخاتمه بصي واحده تانية برضو سبحان الله حسن خاتمه وشها كان جميل جدا جدا جدا. وبعدين لما سالت امها سبحان الله قالت لي دي كانت بره بيا جدا البر بر الوالدين يا جماعه. ايوه فطبعا الحالات كلها متكرره. انا هقول لك بقى بمختصر الحالات اللي بتيجي حسن خاتمه وسوء خاتمه ربنا عارفين. الحالات اللي حسن خاتمه اما ان هي تكون ما شاء الله مصليه يعني واحده فيهم ماتت ما شاء الله هي ساجده. ايوه دي ما شاء الله كانت كل شويه بتصلي ما شاء الله سنن كتير يعني اهلها قالوا ان هي كل شويه ما شاء الله تقوم تتوضى وتصلي الضحى تصلي ال 12 ركعه الفرائض اللي هم النوافل تصلي قيام الليل بيقولوا هي ما شاء الله كل ما تكون فاضيه تقوم تتوضى وتصلي. فدي ماتت وهي ساجده وشها كان جميل جدا ما شاء الله. واحده تانية ماتت برده وشها جميل جدا كانت بتبر امها وابوها بطريقه فوق الخيال يعني لدرجه ان هي تطبطب عليهم وتنش عليهم وتاكلهم وتشربهم وتلبسهم مش بر يعني مش بس مش ولا تاكل لهم اف ولا تنهرهم هي مش بتزعق لهم بس ده هي بتعاملهم على كفوف الراحه ما شاء الله. فالبر يا جماعه ما شاء الله يوصلك لحسن الخاتمه. برده من ضمن الناس يعني واحده مصليه ماتت وهي ساجده وواحدة بره بوالديها سبحان الله واحدة ما جاتش بتتدخل في بتقول أي كلام وحش سبحان الله ما شاء الله. طيب سوء الخاتمة يا جماعة ربنا عافينا في برضو كان في حالة ريحتها وحشة جدا جدا لدرجة إن في ناس خرجوا من الغسل ربنا عافينا يا ساتر يا رب. ولما برضو يعني أهلها قالوا إن هي ما كانتش بتصلي عمرها ما صلى. وأنا عايزة بقى أديلك يعني نبذة بسيطة جدا عن الصلاة سريعا كده. طبعا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإذا صلحت صلاته فقد صلح سائر عمله وإن فسدت صلاته فكل أعماله بايظة كل أعماله فاسدة أصلا سبحان الله. فالصلاة ده يا جماعة عمود الدين. أنت هتصلحي الصلاة بتاعتك
قائم عليها ان شاء الله انضباط كل الاعمال وصلاح كل الاعمال وقبول كل الاعمال سبحان الله. والصلاه بتاعتك يعني هتاخرها عن وقتها، هتضيعها سبحان الله، مرتبط بها سبحان الله. يعني طبعا يا جماعه حسن الخاتمه بجد والله، وسوء الخاتمه ده امر ربنا عارفينه، ربنا يحفظنا ويحسن خاتمتنا. وهكمل على السريع مع ام عمار. ام عمار برضو ممثله في دمياط ومر عليها كتير من الاحداث، وهنعرف منك برضو يعني اكتر موقف اثر فيكي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله على كل تقديرات ربنا وعلى فضل ربنا علينا الحمد لله والله. وانا نفسي اقول لكم كلمه بسيطه كده عن بعض المواقف العجيبه والصعبه اللي انا شفتها. وفعلا يا جماعه ان الموت ده فعلا بيغير الانسان خالص، وينقله من حال لحال، وبينقله من الدنيا للاخره، وكمان مش بس بينقله من مكان لمكان، ده هو بيغير في شكله وفي حاله ووضعه، والانسان خلاص بقى ما عادش قادر يعني لا يستر نفسه ولا يغير من شكله ولا عارف يعني يجمل نفسه. ايه اكتر المواقف اللي اثرت فيك؟ دي كان موقف صعب قوي بصراحه. واحده انا شفتها اصلا على الغسل، يعني جالي شبه انهيار، يعني انا وقفت كده فضلت عيط عيط منهاره، ما كنتش قادره ارسل الحاله بصراحه. يعني الوضع كان صعب جدا، لان كان عندها اثار تعذيب شديده جدا جدا على جسمها من اول شعر راسها لضفر رجلها بدون مبالغه، يعني فعلا تعذيب تعذيب وضرب وحرق وعورات ومده وحاجات كان قبيحه جدا، لدرجه انا يعني انهارت، لدرجه ان اللي كنا واقفين لاحظوا ان انا متغيره وشكلي متغير، وقاعده ما مش عارفين يسكتوني اصلا، مش عارفين اسكت من العياط، وبعدين مش عارفه اتصرف ازاي. فجيت اغسلها، طبعا احنا لما بنيجي نغسل بيبقى معانا مثلا ليفه شاور شام وكلام من ده، فجيت احط لها الحاجات دي ما ينفعش اصلا، يعني الليفه اعمل فيها كده، الليفه لو حطيتها عليها بتنزل بجلدها، يعني انا مجرد ما بصب الميه عليها الميه بتنزل بجلدها. فطيب اتصرف ازاي؟ انا وقفت محتاره وفي نفس الوقت عايزه ايه يعني اداري مشاعري، بس مش قادره لان الموضوع اقوى مني، الموضوع صعب، كان صعب جدا. انت ما تتخيليش انا قعدت بعدها يمكن شهر او اتنين عاني من حاله نفسيه، وبعدين بعد ما خلصت لها بس الميه بس، ما قدرتش اعمل اكتر من كده، وبعدين قمت كفنتها وخلاص، خرجت بقى منهاره بقى، ما اتكلمش خالص، ما اتكلمتش مع اي حد، يا ساتر. وبعدين روحت البيت قعدت بقى ادعي ربنا كده واصلي واقول له يا رب يعني في ايه يا رب، احنا ليه نصاب بحاجات زي كده عند الموت يعني. المهم انا نمت والله العظيم بدون ما بكذب عليكي، انا نمت فعلا وشفت ان حد بيقول لي ان اللي انت غسلتيها دي من اهل النار، يا رب سلم، اسال الله العافيه واسال الله السلام، اللهم عافيه. ده بقى جالي ذهول اكتر بقى وتعبت اكتر، وبعدين يعني قعدت اقول طب ليه الانسان يوصل بعد دنيا كلها ابتلاءات ومشقه واحزان ان هو يوصل لحاله زي دي بعد الموت؟ ليه الانسان يوصل نفسه لحاله زي دي؟ فالمهم يعني حاولت ان انا اعرف اي حاجه، اعرف اي خيط يوصل واحده زي دي للوضع ده عند الموت، فعرفت ان هي مش كانت بتصلي، ما كانتش بتحرص على الصلاه ابدا. كانت بتضيع صلاتها، كانت بخيله جدا، مش راضيه تنفق ابدا، كانت غنيه بس كان لما حد يجي يقول لها خرجي صدقات او كده تقول لهم لا ما عنديش، احنا ما فيش عندنا حاجه، احنا ظروفنا وحشه. كانت بخيله، كانت بتبخل بالصدقه والانفاق على المساكين، بالرغم ان هي ما شاء الله كانت يعني ربنا يبارك من الاغنياء. فشوفوا يا جماعه سبحان الله، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، يعني فعلا اللي ربنا بيمن عليه ويتوفق للانفاق ويتوفق للصدقات ويتوفق ان هو يساعد المساكين ويقضي حوائجهم، ان ده عمل كبير جدا بيقربه لربنا. ودايما الشيطان بيجي لنا من المدخل ده ويخوفنا ويقول لك الفلوس هتخلص، هتشوري بناتك منين، هتجيبي اكل منين، الظروف صعبه. قولي له ربنا بيقول لنا ايه؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفره منه وفضلا. يبقى لما الشيطان يضحك علينا نرد عليه ونقول له كده ونعرفه ان حسن بعشر امثالها وان ينقص مال من صدقه. فعلا يعني دي من اشد الحالات بصراحه، انا عمري في حياتي ما مريت بحاله اصعب من كده. ترك الصلاة وترك الإنفاق، وترك الإنفاق مع القدرة إن الإنسان يبقى عنده استطاعة للإنفاق ويبقى غني ويحرم نفسه، نحرم نفسه أولاً من الأجر. الموقف صعب جدا، وترك الصلاة على فكرة، يعني أنت بتحكي الموقف صعب جدا وأنت جوه الموقف نفسه. أنا فعلاً ما تتخيليش، أنا قعدت شهرين كاملين مريضة مدمرة نفسياً،
يعني مش قادره اخرج من الحاله اللي انا فيها. يعني عندي خوف، عندي يعني رعب حتى ربنا ان الانسان إيه؟ ان الانسان يعني سبحان الله يصل لمرحله زي دي. عندي الموت دي شديده جدا، اللهم فقعدت اقول سبحان الله ليه الانسان يوصل نفسه لحاله زي دي. طيب هل في مواقف تانية عدت عليكي؟ او برضو موقف صعب جدا، واحده برضو كانت وانا اول ما غسلتها كان شكلها عادي خالص، وشكلي بعد ما خلصنا تقريبا نص بعد ما غسلت واحده يعني في نص مراحل الغسل كده بدات تلاقيت ايه وشها اسود بطريقه ملحوظه جدا، يعني مش طريقه عاديه، لدرجه ان بنتها وطت عليا في ايه ولا ما اعرفش مفيش. بنتها الثانيه تقول لي ماما مالها، اقول لها مفيش. الواقفه معايا تقول لي في ايه، اقول لها ما اعرفش. خلاص يا جماعه خلاص صلوا على النبي غيروا بس كده، عشان ايه طبعا المفروض نستر على الميت حتى لو في حاجات ظهرت على الغسل وكده. المهم فالشكل واضح، اللون اتغير بقى اسود مش ازرق، كمان اسود اسود يعني لون الخمار. المهم خلصنا الغسل وكفناه وكده، وبعدين بقى وبنات هجوم يسالوني قالوا لي في ايه ماما مالها، قلت لهم ادعوا لها وخرجوا لها صدقه قويه بين يدي الله، انا ما اقدرش احكم عليه. وطبعا لازم ان انا كمغسله ان انا لازم استر الميت. أيوة. وما بينش حتى للي واقفين، معرفتيش بقى يعني هم شافوا، انا ما قدرتش اغير يعني. لكن ما سالتيش بقى ايه السبب؟ لا سالت بس طبعا برضو ما حدش ريحني. بس بقدر ربنا انا كنت كان نفسي من جوايا ان انا اعرف ايه سر اللي حصل ده، وربنا قدر لي بعد يمكن 3 شهور اقابل واحده من قرايب المتوفيه دي. وبقدر الله يعني فتعرفت عليها، انا ما اعرفش اصلا هي ايه قريبتها، فقعدت تتكلم معايا وكده وتحكي لي على حالها وكده. قالت لي ده انت كنت مغسله فلانه، قلت لها معقوله يعني انت قريبتها؟ قالت لي اه. قالت لي تعرفي فلانه دي كانت يعني للاسف ظلمتني في حياتي ظلم بشع لدرجه ان هي كانت ممرره عليا، هي كانت حماتها يعني، تقول لي كان يعني بتضرب يعني جوزي كان بيضربني ضرب جامد بسبب حماتي دي. تطلع بقى تقول له ده مراتك قالت ومراتك عادت ومراتك سوت ومش عارف ايه، وتقول له انا ما كنتش عايزاك تتجوز البنت دي اصلا، ده سوده ده وحشه ده رفيعه ده غلبانه، انت اصلا ما سمعتش كلامي واتجوزتها. ففضلت تنكد عليها طول عمرها، والبنت دي كانت هي اللي ايه اللي بتخدمها وتنزل لها، ولما عيت كانت تنزل تحميها وتاكلها وتشوف طلباتها. المهم سبحان الله، فقعدت اقول بقى مع نفسي اه انا عرفت السبب بقى، عرفت سبب الغمقان اللي في الوش ده والسواد ده، ان هو الظلم، ان قد ايه الظلم دون بيخرج الانسان من حاجات كتيره حلوه وبيبعده عن ربنا. زي ما قالوا الموت عبره فعلا، وزي ما شفنا الحالات اللي شفناها قد ايه كان يعني مرعبه جدا، نتيجه لترك الصلاه او الظلم او الربا اشياء كتيره. وشفنا على النقيض ان في ناس ربنا بيكرمها وبيرزقها بحسن الخاتمه. انا شفت بقى موقف جميل، هو اكتر من موقف بفضل الله يعني، مع حسن الخاتمه. شفت واحده انا اول ما شفتها انا قعدت اضحك ونسيت ان انا واقفه على غسل يعني بدون مبالغه، وقفت كده فتلاقيها ما شاء الله بتضحك مش مبتسمه، يعني بقها مفتوح خالص وخدودها مرفوعه من كتر الابتسام، عشان الواحد يكون ايه منشرح جدا كده وبيضحك من قلبه. فما شاء الله وقفت كده انشرحت وايه ونسيت ان انا في غسل، وفرحانه كده وغسلها خفيف وبسرعه وخلصنا بسرعه. وانا طول ما انا واقفه اقول لهم ما شاء الله فلانه دي كانت بتعمل ايه، قالوا لي دي كانت طيبه جدا جدا، يعني عمرها ما زعلتنا، عمرها ما اتكلمت على حد فينا، كانت احنا نعملها وحش ونبعد عنها ونخصمها، وهي تيجي ايه تصالحنا تتصل علينا ما بتجوش ليه اخباركم ايه، تقولي والله احنا نبقى ما بنعبرهاش وعارفين انها عينه وما نزورهاش، وهي كانت حريصه جدا انها ترضينا. دي كانت اول حاجه فيها. الحاجه الثانيه ان هي كانت عندها ام عندها 80 سنه، وكانت الاخت دي كانت مريضه بالسرطان وهي اصلا ماتت نتيجه السرطان يعني، فكانت عامله عمليه استئصال ثدي، وكانت في عز التعب اللي هي فيه خرجت من العمليات ومن المستشفى تقول لهم امي انا هروح لامي، فيقولوا لها انت جايه تعبانه تروحي لامك ايه نوديكي بيتك، تقول لهم والله ما انا مروحه البيت انا مطمن على امي سيبوني اروح لها. فراحت لوالدتها تشوف طلباتها وتسال عليها وياخدوها يروحوها. كل ما كانت تروح المستشفى تعمل مثلا كيماوي او اي حاجه من حاجات العلاج لازم تروح لوالدتها اول المشوار، تروح وتعمل لها حاجتها وتساعد امها تساعدها، حتى لو ما تقدرش تعمل لها حاجه بس لازم ايه تشوفها وتطمن عليها وتسال عليها وما تروحش غير لما ايه تطمن عليها. فامها نفسها بتقول لي دي يعني مع ظروفها دي كانتش تنساني يعني هي خشيتي في المرض بتاعها
برضو كانت بتاخد حوائج امها، كانت حريصه على البر بر الوالدين. الحاجه الثالثه ان هي كانت سبحان الله صبوره على البلاء، صبوره يعني بتقول لي مع ان هي شالت تستدي وتعبانه كده وبتتقطع من الالم، لكن دايما ما بتشتكيش، دايما تقول الحمد لله، الحمد لله انا كويسه. ربنا يرحمها ويرحمنا ويكرمنا بحسن الخاتمه. ومشاهدينا في النهايه بشكركم، وكانت معاكم ايمان البلاقي تحيا مصر، وشكرا ليكم، شكرا ام محمد، شكرا ام عمار، شكرا، جزاكم الله خير، شكرا. ربنا يوفقك يا رب.